بحث أحمد عبد الجبار الكريم رئيس مجلس محافظة صلاح الدين مع وفد ضم شيوخ عشائر ووجهاء مدينة كريت وضواحيها طلب رفضهم إيواء عوائل إرهابي داعش وذويهم في معسكر الشهم الواقع شمال المدينة، ووعد الكريم بدراسة الطلب المقدم مع الجهات الأمنية لغرض إيجاد صيغة توافقية تضمن التمسك بالثوابت الوطنية الرافضة لقبول تواجد ذوي المجرمين في المحافظة، لما يترتب عليه من قيم اعتبارية كبيرة جراء ما ألحقه أولئك الإرهابيين من ضرر بالغ في النسيج الاجتماعي. وحضر اللقاء سبهة ملتشياد رئيس اللجنة الأمنية في المجلس وعدد من الأعضاء.